خلاصة الكلام ده كله، ده التاريخ الحقيقي. كان بقى سعادة الدين زعلان علشان سيادته يعني كان مدير مكتب الفريق محمد فوزي لما جه وزير حربية، واللي هو الفريق محمد فوزي اللي راح قبض على المشير عامر وخدوه الأول على مستشفى عسكري معادي وبعد كده والدود بتاع إلى آخر القصة، مش هندخل في التفاصيل دي، إنما فسادته معذور في هذا. إنما السؤال بقى، إذا كان صحيح إن شمس بدران كان راجل ما يسواش إنه يبقى وزير حربية، كان زمان اسمها وزارة الحربية، وقبل زمان كده كان اسمها زمان في أول ثورة وزارة الحربية والبحرية، ليه ما كانش في حاجة اسمها قوات جوية، فكان الحربية والبحرية كان اسمه كده وزير الحربية والبحرية، وكان اللواء محمد نجيب، وبعدين بعد كده بقى اسمها وزارة الحربية، جه السادات بعد كده سماها وزارة الدفاع. اللي عايز اقول لحضرتك عليه، اذا كان بقى شمس بدران الكلام اللي قاله سعادة البيه من شوية انه لا يصلح لا يصلح وانه لا يصلح على عسكريا ولا بتاع ولا يبقى قائد، طب امال مين اللي عينه؟ مين اللي عينه وزير حربية وسلطه على الجيش وسلطه على السلاح؟ مين؟ مش الرئيس جمال عبد الناصر؟ وبعدين الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب التنحي يوم 9 يونيو سنة 67 قال، والخطاب تقدروا تسترجعوه موجود عندكم، قال أنا المسؤول عن كل شيء. وبعد كده في أحاديث له قال أصلا الحقيقة سألت المشير عبد الحكيم عامر الله يجازيه بقى وانت جاهز عبد الحكيم؟ فقال لي أيوة جاهز برقبتي يا ريس. النبي إيه يعني هكذا تدار شؤون الأمم وشؤون الدول؟ هذه العبارة شهيرة جدا يا أستاذ فريد. برقبتي يا ريس واخد بال حضرتك؟ فاللي عايز أقول بصرف النظر عن صحة أو عدم صحة هذا اللي قال الكلام ده هو الرئيس جمال عبد الناصر، هتقولي لي طب لما هو المسألة كده أمال الناس اللي خرجت بالبتاع؟ فعلا وأنا واحد من الناس اللي خرجت أبكي في هذا اليوم. عبد الناصر كان مستني برضه، كان زعيم، كان رئيس جمهورية، كان رئيس دولة، وكان رمز كبير بالنسبة لنا حقيقي. يعني الحمد لله رحنا في داهية على إيده وخرب بيتنا على إيده، وحقيقي فقدنا تلت مصر. هو له ما له وعليه ما عليه يا استاذ فريد. ما انا بقول لسيادتك، بقول لك اهو حقيقي ده حصل، انما برضه ما ننساش برضه ان هو الراجل عمل حاجات عظيمه جدا تحسب له كل حاجه. طب انا عندي سؤال، طب كمل بس بعد كده عندي ولا اسالك؟ ممكن اسال؟ انت احنا انت تسالني ما انت عايزه. حقيقي يعني هو انصاع لضلالات واكاذيب ومخادعات محمد حسنين هيكل، طلع في دماغه اللي ما يطلعش ولا اخره، اللي عمال لغايه النهارده نفسه يلعب دوره، نفسه يبقى راجل قشم وبقى فوق ال 90 ومطلع روحنا كل يوم طب واخد بالك ازاي؟ لا فوق ال 80 لا يا فندم بقى فوق ال 90